فضيلة الشيخ، ما حكم من وكله الإمام بالمسجد للصلاة بهم، وعندما حضر الوكيل للصلاة منعه المؤذن للصلاة وقام رجل آخر، وعلة المؤذن في ذلك قلة علم المؤكد؟ نعم، هذه في الواقع جناية من المؤذن. المؤذن ليس له دخل في الإمامة إطلاقا، الإمامة أمرها إلى الإمام، وليس أحد من الناس يعجز عن أن يؤم الناس. القراءة الفاتحة وما تيسر كل يقرأه الحمد لله. فأرى أن هذا المؤذن هداه الله وعفى عنه فيما سلف، هداه الله عما يستقبل وعفى عما سلف، أنه أخطأ وتجرأ على حق الإمام، وليس له الحق أن يقيم الآخر. وعلى رأي بعض العلماء تكون صلاتهم باطلة وصلاة الذي أمهم باطلة، لأنهم ليسوا إماما راتبا ولا نائبا عن إمام راتب. لكن نرى أن الإمامة صحيحة إن شاء الله، يعني قصدي أن الصلاة صحيحة وأن الفعل محرم. ثم هذا الذي أقامه المؤذن كان يجب عليه أن يقول لا أصلي وفيه وكيل المؤذن وكيل الإمام، لأن وكيل الإمام قائم مقام الإمام. فأبلغ هذا المؤذن أن يتوب إلى الله ويستغفر الله وألا يعود لمثلها.